موسوعة أحيا هدية من مجموعة ثمين إلى كل مبدع كويتي في أي مجال من المجالات. هي هدية للمنجزين، للمبدعين، للمبتكرين. طبعاً جاءت الفكرة من خلال اجتماعنا مع بعض كمجلس إدارة في مجموعة ثمين، شفنا أن الطاقات الشبابية الكويتية تحتاج أن هي تتجمع تحت مظلة واحدة، بحيث أنه هو يسهل الترويج لهم، يسهل أن المجتمع يتعرف عليهم، وأهم يتعرفون على المجتمع. المعرض هي كانت عبارة عن تعريف مجتمعنا الكويتي بالشباب المنجزين على الصعيد المحلي والعالمي اللي احنا اشتغلنا على تجميعهم لمدة سنتين. وطبعا هؤلاء الشباب تقسموا على 10 فئات مختلفة، واحنا حبينا ان يكون لهم معرض مصور نعرض من خلاله صورهم وانجازاتهم بنفس الوقت وعملية التواصل معاهم. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني ان احنا حابين ان من خلال تسليط الضوء عليهم ان يتم الاستثمار فيهم من خلال الشركات والجهات الحكومية والاهلية، وان يكون هناك في استثمار حقيقي لهؤلاء الشباب في جميع المجالات اللي هم قاعد يقدمون فيها.